قدمت عدد من النجوم والفنانين، بس أصعب شيء تقدموا شخص بتحبوه، شخص كان زميل لألكن بالدراسة أخذته الحياة على منحة تاني. هو راح صوب الاتجاه الديني، واليوم أنا كتير فخورة بكل نشاطاته بمنطقة أنترياس تحديداً، لأنه بعرف أنه هو مرشد روحي لكتار. أول زقفة بدها تكون للأب جوزيف ورعد، بليز حيو. إذا سلمنا بصوابية القول الشهير لكل مقام مقال، نستنتج بكل بساطة من وحي المناسبة كمان إنه لكل مقام لغة. بساحة العامية تلبق العامية. إذن عم نلتقي اليوم تنبلش عيد مارلياس قبل وقته، عم نحتفل مسبق بالعيد. بفرحنا كتير إنه نبلش العيد معكم، معالي الوزير ميشيل فرعون، صاحب السعادة النائب نبيل نقولة، ممثل اللواء النائب إدجار معلوف، حضرة رئيس بلدية، رئيس وأعضاء بلدية أنترياس النقاش. لما ليلتنا لطلوع الفجر نتبكها ونغنيها، ليلتنا
بيحضر مبير جوزيف يرجع على المسرح إذا سمحت لأنه عنا سوربريز صغيرة والمقدم زياد مراد كمان بليز. تكرمنا بشهادتك ونفخر بها ونشهد بدورنا أنك مستحق مستحق مستحق. وكلمة من معالي الوزير يلا. لنرحب أكيد لأصحاب السعادة الزملاء والأبونا ورؤساء البلدية ونقول قديش أنا سعيد وبشرفني وبسعدني أكون معكم في المدينة اللي فيها بصمات لتاريخ لبنان وأيضا بهالمكان حياة اللي بيعكس الإيمان بوجود الكهنة أيضا وبهالحفلة الاستثنائية لعيد مالية.